هتفضلي مقاقة عينيكي كده طول الليل؟ ما كفايه. تعالى تعالى، اما انا عرفت لك شويه حاجات ليها العجب يا زياد. شريف فضح نفسه بالورق ده من غير ما يقصد. انت تابعه نفسك ليه؟ ما امتك حلتها خلاص. بس انا ما حلتهاش، ولو انها بدات تتحل. بدات افهم ليه بابا مرضيش يكتب حاجه باسم ايه. ليه بقى؟ الهانم عامله توكيل عام لجوزها، التوكيل اللي هو عمل بيه القضيه. ركز معايا في الكلام، توكيل عام مش توكيل قضايا، يعني ممكن يبيعها هدومها. انا بقى متاكده ان هو بالتوكيل ده عامل كوارث، وان شاء الله هعرفها، لان انا عامل سيرش وهعرف كل حاجه عملها امتى وفين وازاي. باباكي بقى عارف ازاي ان ايه عامله توكيل عام لجوزها؟ من غير ما يعرف يا زياد، بابا كان راجل واعي قوي وعنده بعد نظر، اكيد فهم انها مسلمه دقنها كلها لشريف وانها تديله الفلوس، عشان كده استأمني على فلوسها. طب ده بالنسبه لايه؟ وبالنسبه لاكرم، عشان موضوع القمار ما كتبلوش حاجه، مع اني اشك يعني ان باباك كان عايش وعارف انه بيلعب قمار وسايبه. بس ما علينا. مامتك بقى ايه النظام؟ يعني ليه ما كتبلهاش حاجه؟ يعني مش عارفه، يعني هي اكيد في سبب معين وهيبان. هعرفه، اكيد هعرفه. طيب احنا محتاجين بس نركز مع اكرم شويه، لازم نخرجه من المصيبه اللي هو فيها. اكرم لازم يبعد عن اللي اسمها مي دي خالص. ده مستحيل يحصل لانها حامل. ايه؟ حامل؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ عرفته خلاص يا جميله، ايه المشكله يعني؟ انت متاكد؟ اه حامل. استنى عندك، انت رايح فين؟ رايح في داهيه. هيحصل ان شاء الله، ما تستعجلش. عاوز ايه؟ لو انت رايح للسنكوحه بتاعتك قول لها تنزل اللي في بطنها، بالذوق بالعافيه هينزل. مش هيحصل. ومش هيحصل اني بقى لي حفيد من حرام. واللي انت عاوزاه دوت مش حرام؟ انت بتبص لي كده ليه؟ انت اتجننت؟ طب اهدي على نفسك شويه عشان صوتك هيتنبح، مش هتعرفي تزعقي تاني. انا مش هكرر كلامي يا اكرم، واللي بقوله هيحصل. اللي في بطنها مش هينزل، وهتجوزها رسمي. ومين اللي هيسمح بالكلام ده ان شاء الله؟ اللي عاوز اهلا وسهلا، واللي مش عاوز عنه معاز. طب اعمل حسابك بقى يا جميل ان شهر العسل بتاعك هتقضيه في السجن، وشهاده ميلاد ابنك هتطلع من السجن، واختك لو ما بلغتش عنها انا اللي هبلغ عنها الصيعه الاماراتيه اللي ملهاش اهل يسالوا عليها. يا شيخه بقى كرهتيني في عشتي. ماشي يا اكرم، وهمشي كلام، يعني همشي كلام. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.